نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه ادى مجهود كبير جدا لملف السياحه، والحمد لله انتم في خليج نعمه وشايفين الوضع قدامكم شكله ايه. اقول لحضرتك السياحه رجعت افضل من 2010. طبعا منتدى الشباب ده يعني ده حاجه جميله جدا، لانه تواصل ما بين الشباب، وده بيرجعوا بيقولوا اللي بيشوفوه، وكل حاجه بتبقى موجوده في شرم الشيخ بتنعكساتها ايجابيه جدا جدا على الشرم وعلى السياحه. والمؤتمر ده احنا بقالنا اكتر من 4 سنين الحمد لله يعني نتائجه ايجابيه جدا جدا على شرم الشيخ. انا حضرت منتدى الشباب اكتر من مره، طبعا بيعمل حركه في البلد، وده باين طبعا عندنا على في خليج نعمه. طبعا الناس بقى كتير عندنا هنا من كل انحاء العالم، في الكافيهات، في المطاعم، في حركه السياحه. يعني الحمد لله المؤتمر حرك سياحه شويه. مع منتدى شباب العالم الحمد لله ابتدت الدنيا تتحسن، وشايفين سياحه ان شاء الله، وباذن الله الخير على خدوم الواردين ان شاء الله. احنا بدانا نشوف مثلا زبون في اليومين دول ما كناش بنشوفه من 4 أو 5 سنين، بنشوف ناس اكتر في التوقيت بالذات في المنتدى بتاع الشباب، بنشوف ناس كتير، شباب كتير من كل انحاء العالم على ما اعتقد. فنوعا ما احنا شايفين احنا في الافضل وفي الاحسن في التوقيت الحالي. يعني طبعا احنا دلوقتي الحمد لله الدنيا اشتغلت شويه، والدنيا كويسه والسياحه كويسه، وربنا ييسر يعني الامر وتبقى الامر كويس خالص احسن من الاول. المنتدى بيبقى حاجه كويسه وبيشجع الناس ان هي تيجي شرم الشيخ، بلد السلام وبلد السياحه وبلد الجمال. في بيبقى في شباب جايه وفي جنسيات جديده جايه وبيشجعونا ان احنا نبيع. يعني انعكاسة إيجابية لمنتدى شباب العالم على مدينة شرم الشيخ التي تشهد رواجا في ظل انتعاش حركة البيع والشراء في المحال التجارية.